إذا بدي أوصف الترافيك اللي موجود في عمارة بشكل كومباكت، فيري كومباكت، إيش الكلمة؟ أنا بحب الكلمة هاي جدا، إيش هي؟ كومباكت، إشي جايبين معلومات مرتبينها بشكل مرتب. في كلمة تانية مش نفس المعنى بالضبط، كونسايس. كونسايس كلمة حلوة جدا. إيش معنى كونسايس؟ هي معناها مختصر، بس هو مرات أنت لما تقول كلمة مختصر كأنك بتفكر إنه هو مختصر وضيع الفائدة اللي موجودة أو ضيع التفاصيل. الشطارة في كونسايس إنه هو مختصر لكنه شامل المعلومات اللي موجودة. هاي اللي راح تشوفوهن هلا هون، الشكل بنحاول بالشكل هذا نوصف بشكل تفصيلي بس مختصر العمارة اللي موجودة في العمارة. لو أخذنا الآن عمارة وطلعنا عليها، في عنا عرفنا إحنا occupant floors و exit entrance floors وعرفناهم هذول لما كنا نحكي عن نوع الترافيك في العمارة. فخليني أفترض إنه هذول entrance exit floors، هذول اللي هون وهذول كلهم، خليني أفترض إنه هذول كلهم occupant floors. هلا رح أجي أقول إنه arrival rate في العمارة عرفناه في بداية المحاضرات البداية. قلنا الارايفل ريت في العماره هو معرف برسنتج او ذا بيلدينج بوبوليشن، وعدلنا شويه التعريف قلنا ريكوايرينج سيرفيس. ريكوايرينج سيرفيس او اليفيتر سيرفيس in the busiest 5 minutes. اوكي، تذكروا هذا التعريف. هلا هذا التعريف بضل موجود سواء كان الترافيك كله incoming او كله outgoing او كله interfloor او mixture of all of them. وفي اي لحظه عرفنا كمان المكس اوف ترافيك، مكس اوف ترافيك انه هو mixture of incoming traffic، ورمزنا لها بالرمز I/F، outgoing traffic ورمزنا لها بالرمز OG، وانتر فلور وراح اهمل الانتر انترنس، بس في انتر انترنس كمان. هذا هو الانكومينج ترافيك وهذا هو انتر فلور. طلعت تعمل بس تحكي مع الشباب هذول، بس يوطوا صوتهم، بس يوطوا صوتكم اذا سمحت. وهدول مجموعهم، هدول راح يكونوا كبرسنتج مجموعهم لازم يوصل 100%، لازم يكون مجموعهم 100%. اذا في انتر انترنس ما فيش مشكله، بنضيف الانتر انترنس من هون وبصير مجموع الاربعه هدول كلهم 100%. لكن بالوقت الحاضر هدول عندي الثلاثه مجموعهم هدول راح يكون 100%. وقلنا عرفنا الانكمينج ترافيك هو الترافيك اللي جاي من انترنس فلور رايح على اوكيبنت فلور، عرفنا الاوت جوينج ترافيك هو اللي جاي من اوكيبنت فلور رايح على اكزيت انترنس فلور، وعرفنا الانتر فلور اللي هو الترافيك اللي بينتقل ما بين الاوكيبنت فلورز، ولو في انتر انترنس ترافيك راح يكون الترافيك اللي بينتقل بتوين الانترنس فلورز. هاي النسبه اللي موجوده. هلا هون لما جيت بدي اوصف هدول النسب المختلفه، الاوكيبنت فلورز احنا بالبدايه اشتغلنا على ايكوال فلور بوبيليشن، بس هذا مش شرط يكون صحيح، مظبوط؟ فانا هون راح افترض انه عندي هذه هون يو ان ماينس 1 ولحد ما اوصل هون يو1 يو2 يو3 الى اخره، فراح افترض انه البوبيليشن، اذا هون تعدل قوه الطوابق من الطوابق هذول. طبعا هذول مش ناس موجودين، هو هاي السعه تبعته اللي هو معمول حتى الناس يسكنوه. فلما الناس بوصلوا شو احتمال انك تروح على طابق من هدول؟ راح يكون اعلى شيء. لاي طابق راح تروح احتمال اكبر شيء للي له اعلى بوبيليشن، واحتمال الضعيف للي له اقل بوبيليشن. اذا صارت كانها البروبابيلتي انه باسنجر يروح على الايث فلور بتساوي يو اي على يو، وير يو از ذا توتال بوبيليشن. اه واضح ايش يو؟ يو هي مجموع كل هدول، يعني يو بتساوي سميشن من اي بتساوي 1، لو فرضت هذا سميته 1 وهذا سميته ان، من 1 لان اوف يو اي، مظبوط؟ وبصير عندي هاي صارت probability انه الرقم هذا لازم يكون اقل من 1، مش هيك؟ احتمال انه باسنجر واحد، ما بحكي مجموعه باسنجرز، اني باسنجر انه يروح على طوابق هدول. كمان بامكاني اعرف بنفس الطريقه، راح اعرف شيء اسمه، خليني افترض هذا مثلا جراوند فلور، وراح اسمي هذا هون بيسمنت فلور. وكيف البيسمنت ممكن يكون في الواقع؟ ممكن يكون كار بارك، مظبوط؟ ممكن يكون مصف سيارات، انا بدخل عماره مصف السيارات،
والمصانع لانها بتروح على كل الطوابق وبتخدم البيسمنت مما فيها البيسمنت، انا ممكن اصف سيارتي ادخل اكبس على البيسمنت وياخذني على الطابق اللي بدي اياه. فانا هل دخلت العماره من البيسمنت؟ نعم، انا هذه المدخل صارت البيسمنت هي عماره مدخل، فعرفت على انها انترنس اكزيت فلور، المفروض ما في ناس ساكنين في البيسمنت، او اذا ساكنين راح منهم اعتبرهم مش جزء من العماره. معظم الناس مكاتبهم موجوده هون، هذول الطابين مش مكاتب ولا سكن ولا غرف نوم ولا ما فيش هدول، ما حد بسكن هدول، يستعملوا احنا في تعريفنا في دراستنا يعترفوا لدخول، يستعملوا لدخول العماره والخروج منها، فسميناهم انترنس اكزيت فلورز. بس كمان هدول لهم ريليتيف سترينث، مزبوط. لو انا ما عندي الكار بارك هذا فيه غير 50 مصف، بس 50% من اللي ساكنين بالعماره بيقدروا يستعملوه، مزبوط. او اذا كان السياره وصل فيها 1.5 اون افريج مثلا 75، البقيه معظم وين راح يوصلوا؟ اذا هون في عندي راح اسمي P probability of arrival، سميها A double R probability double R كبرسنتج راح تكون، وهاي راح تكون تبعت G وهاي راح تكون تبعت B من هون، وهدول كمان مجموعهم ايش لازم يكون؟ واحد. فمثال عليها ممكن يكون عندي يعني 70% من الناس بتوقع يوصل من هون و30% من الناس بتوقع انهم يوصلوا هون، فصار عندي هاي قوة للارايفل وهاي قوة للأوكيبيشن، مظبوط؟ هاي الأوكيبنت فلور نسب الريلاتيف سترينث بينهم، فالنسب هاي المختلفة بتمثل الريلاتيف سترينث بينهم، والنسب هاي المختلفة بتمثل الريلاتيف سترينث. فإذا سألت السؤال شو احتمال إنه باسنجر يجي من هذا الطابق؟ إيش بقول؟ 0.7. شو احتمال إنه يجي من هذا الطابق؟ 0.3. هلا كل الجيرنيز تبعته راح تبدأ من طابق وتنتقل لطابق، فدائما راح يجيني من طابق ويروح على طابق مقابل إله من هون، أوكي؟ هلا كل باسنجر بدي اعمل له جنريشن، بدي اعمل جنريشن لباسنجر، بس حتى اعمل جنريشن لباسنجر بدي استعمل هذول البروبابيلتيز وبدي استعمل هذول البروبابيلتيز اللي بدي. اوكي، هلا لو جينا سالنا لو كان عندي ترافيك، لو كان الترافيك عندي كله انكمينج، كله انكمينج ترافيك، شو راح يكون احتمال مثلا انه باسنجر يجي من هذا الطابق؟ ولو فرضنا هذول كلهم مش متساويين وكان هذا مثلا نسبته 0.15، واضح السؤال؟ شوفوا السؤال، ايش احتمال انه باسنجر يجي من هذا الطابق اللي هو الجراوند فلور ويروح على يو 3؟ مضروبين بعض، بعتبرهم اندبندنت. اوكي، لو احتمال انه اذا كان كله انكمينج ترافيك، طبعا اذا الانكمينج ترافيك بس بيمثل 50% معناها راح ارد اعدله مره ثانيه، ايش اني اضربه ب 50% من الباسنجر. بس لو فرضت انه الانكمينج ترافيك هو 100% معناها راح يكون عندي 0.7 في 0.15، هاي هي نسبة الباسنجرز اللي بوصلوا من هذا الطابق وبده يروح على الثالث، وهكذا بنفس الطريقة. ولو كان كل الترافيك اوت جوينج ترافيك، شو راح يكون احتمال انه باسنجر يجي من 0.15 ويروح على هذا الطابق، يخرج من هذا الطابق؟ بتكون نفس الشيء 0.15 في 0.7 على فرض انه كل الترافيك اوت جوينج ترافيك. ونفس الشيء راح اجي اقول هون اذا كان عندي الترافيك انكمينج ترافيك راح يصفي، اذا كل الترافيك انتر فلور ترافيك راح يصير كل الحركه بين هدول، مزبوط، راح يبطل في حركه بين هدول منهم. وباجي بسال السؤال في هذيك اللحظه شو احتمال انه يجي باسنجر من هون ويطلع من هون اذا كله انكمينج ترافيك، اذا كله انتر فلور ترافيك؟ زيرو. تمام، اذا صار الاحتمال الاكبر في حاله الانتر فلور. هلا بدي احاول اعبر عن هدول بشكل فيري كومباكت. شوفوا شو بعمل، نيجي نعمل ماتريكس، بنحب احنا الماتريسيز لانه فيري كومباكت فور لتمثيل الارقام هاي اللي موجوده هون. بناخذ هلا راح اعتبر انه في البدايه كانه عندي الانكم الترافيك انكمينج، فراح اجي اقول عندي هون مثلا نفترض انه هذه جي، نفترض او داخلهم كلهم الرقمهم، راح ارقمهم كلهم وراح اخذ الترقيم هون، راح اغير الترقيم شوي من هون وراح ارقم العماره هون من 1، راح ارقم العماره هون من 1 الى خلص. وبغض النظر عن هذول راح اشيل هذول الطوابق انترنسز واكزيتس، راح يكون ماشيين هون من 1 لN، فراح ارقم هذول الطوابق كلهم من 1 إلى N. انا عارف انه في جزء منهم انكمينج واكزيت انترنس فلورز وفي منهم اوكيبنت فلورز، راح اجي اخذ كمان ارقم هذول. هذا راح اعتبره الارايفل فلور او هذا الاوريجن تبع الجيرني، وهذا الديستنيشن تبعت الجيرني، فكل باسنجر راح يكون له اوريجن وديستنيشن. هلا لو بدي احط القوى الريلاتيف سترينكس تبعت هدول، انا عارف انه المجموعه في مجموعه من هدول هي اكزيت انترنس فلورز وهدول اكزيت انترنس فلورز، فهدول هون راح احط كلمه
entrance هون وراح أحط كلمة occupant هون راح أحط كلمة entrance هون وراح أحط كلمة occupant أوكي؟ هلا لو اطلعنا هون إذا كان بدت الجيرني بالانترنس وانتهت بانترنس معناها شو نوع الترافيك هذا؟ انتر انترنس. إذا بدت الجيرني بانترنس وانتهت بأوكيبنت معناها شو نوع الترافيك هذا؟ انكم مظبوط؟ إذا بدت الجيرني بأوكيبنت وانتهت بانترنس معناها الجيرني هاي؟ وإذا بدت الجيرني بأوكيبنت وانتهت بأوكيبنت تمام. إذا هلا القاعدة بتقول كمان بس أخلص من هاي الماتريكس لازم مجموع هذا يساوي اي اف، لازم مجموع هدول يساوي اي سي، لازم مجموع هدول يساوي او جي، ولازم مجموع هدول يساوي اي اي او زيرو اذا ما في شيء انترنس ترافيك. هاي اول شيء. الشيء الثاني لازم انتهي فيه، هل بصير باسنجر عقلاني يروح من الطابق لنفس الطابق؟ لا. اذا من البدايه احنا عارفين لازم في النهايه لما نخلص يكون الدايجونال كله اوكي. هاي الطريقه اللي احنا ماشيين فيها، بدنا نحاول نمثل كل المعلومات اللي هون والمعلومات اللي هون بشكل very very compact في ماتريكس. راح نحطه في 2 dimensional n by n matrix راح تكون where n. لاحظوا n هون على اللي استعملته مختلف شوي، مش واحد ل n، اعتبرت كل العمارة واحد ل n. هلا مجموعة من هدول ايش هم؟ entrance floors وهدول occupant floors اوكي. ورسمت انا الخط هون حتى اميز بينهم. هلا شو بتقترح نبدا؟ راح نحط relative strength تبعت هدول والrelative strength تبعت هدول. الrelative strength تبعت هدول اللي هي البرسنتج اللي موجودة هون. الريلاتيف سترينكس تبعت هذول هي البرسنتج اللي موجوده هون. اذا هاي راح تكون عباره عن البوبيليشنز مقسومه، البوبيليشن للطابق مقسومه على البوبيليشن الكليه للعماره، وهاي راح تكون الريلاتيف ارايفل سترينكس تبعت البيسمنتس هذول. ممكن يكون كار باركس. ايش في امثله ثانيه على الانترنس ارايفل فلوز؟ ممكن تكون، ممكن يكون عندي عماره في لها شارعين. مضبوط. العدد الانترنسز مش شرط يكون واحد، ممكن يكون عندي في شارع هون، شارع جنب العمارة مشان يكون حافر وعامل، ها؟ وباجي هون بقول هاي عندي مدخل وهي عندي مدخل من هون أو مدخلين من هون حسب مثلا كتر الميلان اللي موجود برا. صار عندي في مدخل من هون، مدخل من هون، ومدخل من هون. هل بدي أجبر أنا اللي بدخل على العمارة أقول له لازم تطلع أنت على الدرج لحد ما توصل هذا الطابق عشان هذا، ولا إيش بريحه؟ أنزل له المصعد من هون، صفوا هذول كلهم entrances. اوكي. في حالات تانية بتصير مثلا عندي شوبينج سنتر، مثلا شوبينج سنتر عمارتين متوازيتين، عندي عمارة هون ويمكن في عمارة او شوبينج سنتر موجود هون، وهاي عمارة عمارة مكاتب. هلا اللي بالشوبينج سنتر بامكانه يمر من هون، بسمح له انه يمر من هون، فهي طابق طابقين ثلاثة، مش هدول صاروا انترنسز للعمارة هاي؟ ليش اقول للشوبينج سنتر اقول له انزل واطلع الا اذا في عندي مشكله سكيورتي او شيء زي هيك؟ اه بس انا ما في مشكله، بحط له ريسبشنز هون وبدخل وبعدين بطلع العماره. او ممكن تكون هاي عماره سكنيه، ممكن يكون هون ناس ساكنين هاي شقق مثلا وجنبهم في شوبينج سنتر، لما بدهم ينزلوا يتبضعوا يشتروا اغراضهم بينزلوا من هون بيشتروا من هاي برد وبرجعوا مره ثانيه، سمحت لهم ينتقلوا على ثلاث طوابق. ثلاثه هدول اذا ما فيهم شقق طبعا، اذا في شقق بدي اهملهم من الهاي او بدي اعمل شيء معين. بصير اوكيبت المشكله ما احنا هون نظامنا هذا ما بيسمح الخلط بين الاوكيبت والانترنس، هذا احد الضعف في هذا النظام لو في عندي هون، بس احنا هذا الفرض اللي بدينا فيه. اوكي. طيب شو رايكم هلا نحط ايش؟ نحط الاشياء الاليمنتس اللي في الماتريكس هاي كبدايه. ايش المنطق بيقول اني احط الاليمنتس تبعت الماتريكس اول ما ابدا قبل ما اخذ الانتر فلور والانكمينج والاوت جوينج بعين الاعتبار؟ البوبيليشن. تمام. البوبيليشن في ايش؟ بضرب الرقم اللي هون بالرقم اللي هون، مش احنا هون ضربنا نفس الشيء؟ مش ضربنا 0.15 و0.7؟ فلو ضربت الرقم هذا بالرقم هذا حطيته هون هو بيمثل البدايه، اذا هون راح اخذ راح يكون عندي هلا قبل ما احط الزيروز راح اخلي هذه هيك وراح اخلي هذه هيك، راح اجي اقول هذه عندي هون يو على يو اي، يو اي بلس 1 على يو اي لحد يو ان على يو اي من هون، هذول اللي هم الاوكيبنت فلورز وكل البوبيليشن موجوده، هذول مجموعهم لازم يكون واحد. وهون راح احط بي ارايفل 1 وهون بي ارايفل 2 الى حد كل الارايفل فلورز اللي هون، هذول مجموعهم لازم يكون واحد كمان، هذول مجموعهم واحد وهذول مجموعهم واحد. ولما نيجي هون هلا راح ناخذ نفس الشيء بي ارايفل 1 بي ارايفل 2 بي ارايفل 3
بعدين يو اي على يو لحد يو ان على يو. وهدول كمان مجموعهم واحد. هلا هدول رح اضرب هدول بهدول. فهدول اذا ضربت هذا فكل element من الاليمنتس اللي هون موجوده لو اخذت مثلا هذا الاليمنت رح يكون يو اي على يو تربيع، واللي جنبه يو اي على يو تربيع في يو اي بلس 1 الى اخره، مظبوط؟ هذا اللي هو عباره عن ضرب هذا في هذا من هون. ونفس الشيء بكمل بضرب اخر شيء هون بيطلع عندي يو ان على يو تربيع. بعدين عندي هون مثلا رح يطلع في ارايفل 1 تربيع، لانه هاي مضروبه في نفسها، لكن هاي رح تكون في ارايفل 1 مضروب في في ارايفل 2 الى اخره. وهاي رح تكون حاصل ضرب مين هدول؟ هاي في هاي وهاي في هاي، كل واحدة منهم بضربها بهاي بيطلع معي بتتعبى الماتريكس كلها. نسألكم الآن سؤال، لو جيت جمعت الاليمنتس كلهم اللي موجودين هون قديش تتوقعوا يطلع مجموعهم؟ كان عندي هون هدول مجموعهم واحد وهدول مجموعهم واحد، لو ضربتهم في بعض التنين شو بنتوقع هاي راح تكون؟ واحد. وهاي ايش راح يطلع مجموعها؟ واحد. وهاي راح يطلع مجموعها؟ واحد. وهدول راح يطلع مجموعهم واحد، فراح يطلع هاي مجموعهم أربعة، كأني ضربت واحد زائد واحد في واحد زائد واحد، فراح يطلع مجموعهم أربعة. مجموع هاي الماتريكس أربعة، أنا بدي يكون مجموعه واحد، لأنه في النهاية probability لو أخذت أي passenger بمر من هون، مش هو في النهاية بده يكون يبدأ في طابة وينتهي في طابة، وما بصيرش يصير أكثر من في له بس possibility واحدة. إذا المفروض هاي الماتريكس في النهاية قديش يكون مجموعها؟ واحد. لكن إحنا قلنا الإنكامينج ترافيك لازم يكون قديش نسبته أقل من واحد، مش هيك؟ إلا حسب قديش قيمته اللي موجودة هون. والاوت جوينج ترافيك لازم يكون نسبته موجودة هون. هلا نفترض الحالة هاي اللي احنا بدينا فيها، فرضنا انه كله انكمينج، وين لازم يكون عندي ارقام بس وفيش ارقام ثانية؟ بالمنطقة هاي، مش هيك؟ اذا لازم اضرب المنطقة هاي كلها بايش؟ بزيرو، وهاي المنطقة بزيرو، وهاي المنطقة بزيرو، وبضل عندي هذول. هذول قديش راح يطلع مجموعهم؟ واحد. لكن في هون فيش عندي مشكلة لانه فيش دايجونال، ما بمر الدايجونال هون، فالدايجونال راح يطلع زيرو. لو نفترض الترافيك كله اوت جوينج ترافيك 100% اوت جوينج، كلهم الناس بيطلعوا من العماره، بضرب هاي في واحد والبقيه بضربهم، بضرب هاي في زيرو وهاي في زيرو وهاي في زيرو، بضل عندي بس هاي بتمثل الاوت جوينج ترافيك. هلا لو كان عندي كله انتر فلور ترافيك ايش راح اضرب؟ راح اضرب هاي في واحد بتضلها زي ما هي، وهذه زيرو وزيرو وزيرو. بس ايش مشكله اذا تركت هاي زي ما هي؟ في عندي دايجونال، لانه راح اضرب انا الطابق في نفسه، فبقول احتمال يروح من الطابق لنفس الطابق. افرض كانت 10% هاي، افرض هذا الطابق كان 10%، جيت سألت السؤال حسب هاي انه يروح من الطابق الخامس للطابق الخامس 10 في عشر في عشر رح يعطيني 1%، بس هذا مش صحيح. اذا التعديل شو بدي اعمل؟ بدي اعمل تصفير لهدول، وهدول اصلا مصفرين، بس اذا صفرت هدول ايش بصير هاي القيمة هون؟ بتنزل اقل من واحد، هل بقدر ارجعها لواحد؟ كيف بقدر ارجع شيء زي ما كان لواحد حتى اوزع البروبابيلتي اللي اجت على الثانيين؟ اعطيكم مثال، لو عندي خمس طلاب، الطالب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، سوي شفتي هلا ممكن نعمل نورماليزيشن. هلا بنشوف، اجيت اخذت مجموعه من الغنائم، غنائم بعرف ايش نسميهم، غنائم نسميهم اكل، رحنا جبنا شوكولاته من صفاء وشرينا وبدنا نوزعهم، وهدول لهم نسب بقوتهم ضخامه، كل ما كان اضخم هذا الطالب بيطلع له اكثر نسبه، هي 30 و20 50 و15 65 وناخذ 10 شو بضل عندي 75 بضل هذا 25 له. اجينا قررنا لسبب معين ما اي ما بيطلعلوش شو ضل عندي هون؟ تمام، بس باي نسب بوزعها؟ حسب نسبه الاصل. فبنقسم هدول الارقام، هدول الارقام نجمعهم نقسمهم على المجموع الجديد تبع الهاي، فشوفوا ايش راح نعمل هون. اللي طرحته هذا قديش كانت نسبته؟ 25% 0.25. اللي ضلوا ايش بيمثلوا؟ 75%. اذا شو في طريقه سهله مباشره اوزع هذول بنفس نسبهم؟ بضرب ايش؟ نسبة في 25. بضرب هاي في 25؟ لا، نسبته 25. كل واحد بضربه ب 25 هيك بيطلع له ربع القيمه الاصليه تبعته. لا، نحن نجمعها معاها. مع ايش؟ يعني في اسهل، في طريقه اسهل مباشره، ايش بتعمل؟ هي راح عندي 25، هدول الجماعة كان 10. هلا في طريقة سهلة تقولوا إنه هذا له 30 من قديش؟ 30 من 75. مظبوط؟ شيك؟ الأسهل
بقسم على 0.75 اقسم على 0.75 افتح لي آلة حاسبة اقسم على 0.75 ابو ال 15 ايش الان بيطلع له والثاني بيطلع له 0.2 على 0.75 والثالث بيطلع له 0.3 على 0.75 والرابع بيطلع له 0.1 على 0.75 هدول مجموعهم قديش الان هدول واحد جمعوا مش هيك ليش جمعوا لواحد لانه 0.15 و 0.2 و 0.35 و 0.3 و 0.65 و 0.1 0.75 على 0.75 طلعت واحد اذا كل واحد اذا زادت نسبته ايش بعمل بقسم على اللي ضل اللي شلته فنفس الشيء بنعمل هون اللي بنصفرهم من هون بضل هذه لهم مجموع هدول زي الطلاب اللي ضلوا بجمعهم وبقسم عليهم تتعدل برجع هاي مجموعها انتر فلور ترافيك واذا عندي انتر انترانس ترافيك هاي مشكله على فكره الراشنال ما بتصير الا بالانتر فلور ليش بتصير بس بالانتر فلور وبس بالانتر انترانس لانه هو اللي بمر فيه الدايجونال ما بمر بالانكمينج والاوتجوينج ما بقدرش انا اذا عندي انكمينج ترافيك بصيرش اروح من طابق لطابق اصلا واذا عندي اوتجوينج ترافيك ما بصير اروح من طابق لطابق اصلا لكن اذا عندي انتر فلور ممكن افكر اني اقول بدي اروح من اوكيبانت لاوكيبانت او من انترانس لانترانس اذا كانه انترانس انترانس فلور اذا الوسيله الان بتصير بنكمل بالشكل التالي هاي الارقام طلعوا مش ضروري نحط ارقام هي واضحين هذول واضحين بنقسم على المجموع اللي ضل فبكون وزعنا النتيجه اللي الغنائم وزعنا الغنائم اللي ضل اللي زادت هاي اللي ما اخذهاش هذاك وزعناهم على البقيه الطريقه انه وزعناهم جمعناهم وقسمناهم على مجموعهم هم نفسهم اذا هلا الكومباكت فورم هذا بصير عندي بالشكل التالي خليني احاول اكبرها هاي من هون وراح اكبر هاي شوي من هون اذا في طريقه ثانيه جيبيها فكري فيها ما في مشكله بس هاي اسهل طريقه انا شفتها صفري هدول اجمعي هدول مجموعهم وبعدين اقسميهم على مجموعهم برجع مجموعهم نفسه برجع نفس المجموع الاصلي نسبهم بالنسبة لبعض بتضلها شوف احنا ميزة الطلاب هدول ما ظلمناهم ليش؟ ما يجينا قلنا بدي اوزع هدول على واحد او على الثاني وزعنا عليهم ال 25 بنفس نسبة قوتهم الاصلية فضلت نفس نسبة قوتهم الاصلية بس المجموع صار واحد اخذوا كل الاشياء اللي موجودة اذا هون عندي هلا الان لو بدي اذا راح اعمله لو عندي ميكستر اوف ترافيك ما بضرب في انكمينج بضرب في قيمة الانكمينج اذا احنا بناخذ الماتريكس من هون والماتريكس من هون نضرب الالمنت اللي هون سميه اذا بدك يو اي على يو توتال اضربه هون في يو جي على يو توتال فبتصير هاي يو اي يو جي على يو تربيع مظبوط هذا بشكل عام الالمنت كل الالمنت من هدول او اذا كانه بي ارايفل هون خلينا نسميه كي عشان ما نكررش الهاي ولو بي ارايفل مع يو جي ايش بضرب هون بصيروا بي ارايفل اوف كي هذا طبعا احنا عارفين انه رقم اقل من واحد probability لانها مضروب في يو جي على يو وكمان مثلا اذا عندي فرضا هون بي ارايفل ثاني بي ارايفل ال مضروبه هون بصير عندي بي ارايفل كي في بي ارايفل ال هاي اذا اول خطوه عملنا ضربنا هذول كلهم ضربناهم في هذول كلهم اذا تركنا الماتريكس زي ما هي مجموعها اربعه ما تحقق شرط البروبابيلتي شرط البروبابيلتي فانكشن انه يكون مجموعهم واحد الخطوة الثانية اللي بنعملها نضرب اي سي كل هذول اللي هون ضرب اي سي واي سي رقم من صفر لواحد بيمثل قوة الانكمينج اذا كله انكمينج بتكون هذه واحد وبضرب كل هذول في قديش؟ في انتر فلور بضرب كل هذول في الانتر انترانس وبضرب كل هذول في الاوت جوينج ترافيك بعد عملية الضرب هاي المجموع راح يصير واحد اوكي؟ لان هدول كان هم اربعه بس ضربت كل واحد منهم في رقم اقل من واحد مجموع هدول لانه هذا كان واحد مش هيك؟ لما ضربته في اي اي مجموعه راح يصير اي اي هذا كان مجموعه واحد لما ضربته في اي سي قديش راح يصير قيمته؟ اي سي هذا كان واحد لما ضربته في او جي وهذا نفس الشيء كان واحد لما ضربته في اي اف لما ضربتهم في اي اي واي سي واي اف واي جي صار مجموعهم واحد بس ضلت عندي المشكله الوحيده هي ايش؟ انه عندي الدايجونال اللي هو الزيروز اللي موجودين هون فالزيروز اللي موجودين هون اللي بعمله بصفرهم بعدين بجمع اللي ضلوا هون وبقسمهم كلهم على عددهم وبجمع اللي ضلوا هون وبقسمهم على مجموعهم فبكون رديت وزعت النتيجه اللي اجت من الصفر وزعتها عليهم بالتساوي وبنفس نسبه قيمهم بيطلع معي ماتريكس